نجم الأبرار. الأهلي والعين. ما اعتقدش مفترض ان في اي فريق عربي يقف قدام الاهلي وجمهوره باستثناء الزمالك، لان الاستاد بيبقى مقسوم وده ديربي، لكن اي فريق عربي يجي للاهلي ايا كان هو مين. الاهلي قدر يكسب الهلال في بره في ارض ولا هلال محايده، ولا وداد ولا رجاء ولا اي فريق عربي يقدر يقف قدام الاهلي وجمهوره لو الاهلي في يوم طبيعي وفي حالته العاديه. العين النهارده في دوري ابطال اسيا ما هوش افضل حاجه، خسر على ارضه من الهلال، خسر من الغرافه، تعادل مع السد مركز ثامن او تاسع في الجروب اللي فيها 12 فريق، عنده قائمه مدججه من نجوم. انا معاك، لكن الدفعه المعنويه واللي انا بدات بيها اللقاء ان ترتيب السوبر المصري كان مهم جدا الاهلي يكسب قبل لقاء العين. طبعا بتتكلم على كاس اسيا الايجين وافريكان والباسيفيك وده كاس هيدي انفانتينو اللي هيكسب هذا اللقاء. اعتقد الاهلي مؤهل. هل يعني انت وثيق من الفوز؟ انا يعني كلمه انه مفيش فريق عربي، يعني انا برضو متحفظ على دي، لانه هل دلوقتي الفرق العربيه انت اللي جاي لك حضرتك تتذكر مشهد في فريق عربي خد كسب الاهلي في ارضه ومشي؟ تتذكر المشهد ده؟ ولما بتتخيل ان ده ممكن يحصل ده. بيجي الواقع بيقول ان لا. انا افتكره في عمري مره واحده، ايام يا عظيم اتحاد جده في كاس سوبر المصري السعودي، جه اتحاد جده كسب الاهلي او الشرميتي النجم الساحلي مثلا، يعني النجم الساحلي بس انا بتكلم ماتشين واحد جاي. ان اي مشجع اهلاوي انا عرفت مصلحه، اصل اعرفه لان انا بره على القهوه مشجع اهلاوي. اي مشجع اهلاوي ما تقدرش تقول ان هو مطمئن طول الوقت. طبيعي. يعني انت قدام اداء وثغرات وحاجات الناس كلها شايفاها، والكره مش كيمياء مش كيمياء حيويه، يعني الناس بتشوف الحاجات اللي انتوا مش شايفينه او اللي انتوا شايفينه وعاملين مش شايفين، الناس بتشوف الحاجات. بس اسمع لي يا استاذ مجدي، في نوع من انواع القلق، مش هو ده اللي تقول معاه بقلب جامد ان هو الاهلي اي حد هيجي هنا هنقطع. اسمح لي يا استاذ مجدي، لو الاهلي على ارضه وسط جمهوره في لقاء واحد مش لقاءين، لو لقاء واحد مش لقاءين على ارضه وسط جمهوره وعنده قلق من اي فريق عربي يجيبه، الاهلي عنده مشكله. لا انا ما بقولش الاهلي، لا ما تلبسنيش جمهور الاهلي ارجوك، اصل انا ده موضوع مختلف. انا ما بقولش الاهلي النهارده شايل كتير الحقيقه فيعني كفايه لحد كده جمهور الاهلي. انا بتكلم عن الجمهور. ما فيش الاحساس انك انت داخل ده ترجم في التذاكر اللي نفذت في اقل من الاداء، اللعيبه اللي بتتعب. ماتش سهل في النهايه، بس مش لازم نتكلم في القاعده العامه طبعاً. انه صعب الاهلي يتغلب في استاد على ملعبه من جمهوره هنا في نتمنى طبعا وهكذا يعني.